مالك يا علاجة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حراميه يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ اجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكة اللي انت فيها دي؟ ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو يا عيد. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجه، التلفزيون، ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسة للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيولة معاه، صح الكلام؟ عايدة. يا عيون عايدة. انت طيبة قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقة انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا عايز اديكم بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس ايه؟ غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. مالوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايز
عايدة انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة عايدة، وهاني لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما اني شحات مفيش اوطى من كده. متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما تسيبني في حال، ما تجيب يا سيدي. يا اخي بندرج شويه مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولا كليه. شوية مش كده؟ هي مين دي اللي دقيتها؟ المدموزيل اللي كانت معاك، خطيبتك مش كده؟ لا، وانت عرفت منين؟ إيه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعة ما خرجت من اللوكان ده. شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومة، انا ما عملتش حاجة، انا انت حكومة. مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايره. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للاداره بتاعتك، تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش اي اساس من الصحة. وانت فعلا ما شفتش حاجة. تقرير ايه وادارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه اكتر من 3 اشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاجة وموكيت وبلاوي زرقاء، وعمرك ما هتحقق اللي في بالك الا عن طريقي. ايوه بس فكر فكر كويس يا حضرة الضابط، واذا اقتنعت هخليهم 150,000 جنيه. وافتكر كويس، الفرصة دي ما تجيش غير مرة واحدة. على فكرة ما تدفعش حساب.
150 جنيه. الراجل ده عبيط ولا انا اللي عبيط؟ وليه الحكايه بالظبط؟ القوه الانطلاق، خبره 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعدده، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانه تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركه محمد موتورز. الجماعه دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعيه محتضنه بسراب من البقاليل المنعشه. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله، ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150 الف جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار اديت سان ماني، الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدعين؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدعين تسترزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، المبلغ اهو 150 الف جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عاملني مش عارف تقرا. فاستيه. انما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي، تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا، وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفيران. بيقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصوا محسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس.
دي امضى دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت تتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ هقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني اقر واعترف اني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوه. طب وليه كده؟ اضمن حقي. انما ما تخافش انا مش حظهره اللي اذا خنتلي. ما بلاش. ده شرطي الاساسي. امر لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقاربي في خربتها بحيره. ايه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوه، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. الشنطة دي عندك 5 دقايق وحياة ابوك. ايه؟ فيها فلله. تشكر يا اخوي. اللي فات انا كنت بعمل ده لمصلحتي. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه والعيش تعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصايه، انت زعزوعه عمري. انا زع هو كده الحكي يا شيخ، منعول قوي الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. مين يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ انتوا مش كنتوا هنكتب الكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم.
ناوي أزعز بومب. وعاد منصور روح بيتهم بالليل قوي بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين، هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح يا بعدين. واحد. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي توريني وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادل. لا انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي تبقى نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله. ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره. جاكوا ده الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز عطار، ما تخلوش غيب عن عينك. جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية. ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. والواد ده مش هسيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه. لازم نقتله. نقتله؟ طبعا. لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناه. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا. لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. أنت مسقف أنت على النعمة أنت خسارها فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة. لازم تحضر لنا واحد تاني لأن المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بره مين يا بيه؟
سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه. يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاه. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسة سنين. بس حساسة سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكيله يا اخي احكيله يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعادة البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوه مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرشيت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده اوانطه. اه اهلا يا سعاده البيت. اهلا يا حسن. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعاده البيه. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش برضه. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني ساعات البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيه جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور. يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه؟ 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلب الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. مش كنت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك؟ تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا عيب. عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي. مش كده؟ اه. ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين ال 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا معلش احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله
مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا يا معننا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي، دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي، بيندهولك هناك. طب عند اذنكم. جاي هو. قلت ايه، مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقول لك انا. الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتكلم. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا هفضل قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ الصباحية هبقولك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيب؟ مش عارف، انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن؟ ايه في الصباحية هبقول لك. حسنين، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية. ماما كيف وقت؟ يا مرسل تعال امسكوهم. انا ماليش دعوة، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا صفاية، كل اللي انت عملته مع حسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك المأمورية وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد؟
ابن الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي، ده اللي خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك.